من جديد برحب بيكم وبكل مشاهدي قناه الاهلي في كل مكان، ولسه مستمرين مع لقاءاتنا مع نجوم الماسترز الفريق الاول للكره الطايره بعد طبعا تتويجهم ببطوله كاس مصر وتحقيق رباعيه هذا الموسم. ومعي بقى دلوقتي اثنين من نجوم الفريق، طبعا كابتن يوسف الصافي وكابتن عبد الرحمن الحسيني. بدايه بقول لكم الف مليون مبروك الفوز. الحقيقه موسم استثنائي، عملتوا مجهود كبير جدا طول الموسم، لكن الحمد لله مجهودكم الحمد لله كل اللي قدرتوا بتفوزوا بهذه البطولات. والله الحمد لله، يعني بالذات الموسم كان طويل قوي، مفيش بعد يومين ثلاث ايام بعد افريقيا كان طبعا صعب قوي انك تخرج وتخش تاني في مود البطوله، بس الحمد لله يعني ربنا كرم وكله كان على قد المسؤوليه والحمد لله قدرنا نكسب. يعني قدرتوا ترجعوا البطولات مره ثانيه للنادي الاهلي، فعايزه اعرف ايه السر؟ والله هو ده الام في بي، ده العالمي الحسيني، الحسيني وحمدي دول اخواتي، وانا والله مبسوط قوي ان انا خدت البطولات دي كلها معاهم، وبصراحه مش عارف اقول ايه، وانا مبسوط قوي سايب لكم انتوا المايك تتكلموا. ماشي، عايزه اسالكم بقى كلكم شايفين ايه السر ورا حصد هذه البطولات وتحقيق اكيد موسم استثنائي؟ لا قول انت بقى، انت كنت هتتكلم دلوقتي القطعه. والله هو يعني السر ان احنا بجد تعبنا جدا، يعني تعبنا تحضير الموسم الاول خالص، احنا فعلا بادئين الموسم موسم صعب جدا، بادئينه بتركيز يعني مش طبيعي، احنا مهما حكينا للناس مهما اخويا والله مهما حكينا للناس والله فتره التحضير كانت عامله ازاي وكانت صعبه ازاي، تمرين صبح وبالليل، راحه كانت قليله جدا مقارنه ببقيه الفرق تمام ببقيه الدوري. الحمد لله ربنا كرمنا على قد التعب ده، ويعني احنا نستاهل بصراحه ان احنا نكسب الرباعيه السنه دي. سؤال، انت اول موسم مع النادي الاهلي، موسم استثنائي، بتحقق بطولات كتير، يمكن زي ما بيقولوا وش السعاده على النادي الاهلي، فعايزك تكلمني على الاجواء السنه دي، اكيد كانت اجواء مميزه جدا. طبعا الاجواء السنه دي كانت مميزه جدا في حاجات كتير، من اول الجهاز الفني، من اول اللعيبه، مش اي حد طبعا يخش وسط اللعيبه او عامه هم يعني احتضنوني، ما خلوش في فارق بينا في اي حاجه، بالعكس كاني كنت متربي معاهم او كاني معاهم من زمان في النادي، فالحته دي طبعا ساعدتني كتير قوي ان انا اخش في الفرقه، وكنت يعني الحمد لله سبب من اسباب الفوز، وكلهم اخواتي يعني الكبار اكتر من الصغيرين بصراحه ساعدوني، زي احمد صلاح وعبد الله عبد السلام. نعم، انت كده انت بتساعدني على طول، ودول عشان احنا جيل واحد انا وحسيني وصافي، فهم طبعا اول ناس رحبوا بيا، والحمد لله يعني دي البدايه، وان شاء الله السنه الجايه كلها هتبقى بنفس البطولات. ايه الرساله اللي تحب توجهها للجماهير؟ هم مش موجودين معانا النهارده اكيد، بس كانوا بيدعموكم بشكل كبير جدا في بطوله افريقيا وكمان على السوشيال ميديا، فايه الرساله اللي تحب توجهها لهم؟ شكرا، شكرا على كل حاجه، صبروا علينا كتير، وهم كانوا معانا حتى لو مش في كل الماتشات، بس كانوا على الاقل في بطوله افريقيا، ويعني اللي جاي احسن ان شاء الله، اصبروا على الفرقه اللي جاي احسن، مش سهله خالص، الفرقه فيها لعيبه كتير قوي كبيره، اي حد من اي حد فرقه يروح يلعب في اي فرقه بسهوله، لعيبه كتير قوي كبيره، والحمد لله كنا قد المسؤوليه، ما شاء الله عبد الرحمن الحسيني، ما شاء الله احمد عزب، ما شاء الله سيف حسن عبد. بشكركم جدا والف مليون مبروك، اكيد فرحتوا كل الاهلاويه. الحمد لله، الله يبارك فيك. يعني طبعا دي كانت لقاءاتي مع نجوم النادي الاهلي، واكيد لسه مستمرين مع مزيد من اللقاءات.